الرئيس السيسي يودع عاهل البحرين بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر. مصر تجد الإعراب عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد الإسرائيلي الإيراني المتبادل، وتحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع في المنطقة. مصر تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في إقرار عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. الصحة الفلسطينية تعلن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لأربع مجازر في غزة خلال 24 ساعة الماضية. الجيش الإيراني يعلن رسمياً التصدي لمسيرات صغيرة هاجمت أجواء مدينة أصفهان ويؤكد عدم وقوع أي أضرار. وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم حدوث أضرار بالمواقع النووية الإيرانية وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس الشديد. بلينكين ينفي مشاركة الولايات المتحدة في أي عملية هجومية على إيران ويدعو إلى منع التصعيد في المنطقة. وسوريا تعلن تعرضها لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن خسائر مادية في مواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية. مجموعة السبع تعلن معارضتها لأي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، وتستنكر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية. التحالف الوطني يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.